بمناسبة عيد العذراء سيدة الوردية المقدسة، ترأس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً احتفالياً، وذلك في كنيسة ديري بيت الزيارة التابع لرهبنة الوردية في منطقة دبو غرب العاصمة عمان، بمشاركة عدد من الكهنة والشمامسة وجمع من راهبات الوردية القادمات من مختلف المراكز، إضافة إلى حشد من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن أهم ركائز العيد والاحتفال به بعد أن قدم التهاني للجميع بهذه المناسبة المباركة. في صلاة المسبحة نتأمل نعم بالكلمات السلام عليك يا مريم التي نقولها، ونتأمل أيضا في الأسرار، أسرار الفرح، أسرار الحزن، وأسرار المجد. نتأمل في أسرار حياة السيد المسيح بعيون مريم العذراء كما كانت تراها مريم العذراء. نفرح ونحزن ونتمجد سوية مع مريم. تذكروا هاي الكلمات من القديس ماري ألفونسين اللي بتقولها عن المسبحة؟ نعم، من خلال هذه الأسرار مع مريم نفرح ونحزن ونتمجد مع مريم. هذا التأمل يجعلنا نتوحد مع مريم، نعيش عواطف مريم العذراء، نعيش مشاعر مريم العذراء، فرحها، حزنها، مجدها مع مريم. نعيش هذه الأسرار ونتأمل فيها بعيون مريم العذراء. أحيانا نتساءل عن صلاة المسبحة الوردية، هل هي صلاة مريمية أو صلاة إنجيلية؟ دائما بقولوا صلاة إنجيلية. الصلاة إنجيلية بمعنى أنه تدور حول أحداث حياة السيد المسيح. أنا لا أرى تناقض ما بين الطرفين، لا أرى أي تعارض. نحن نتأمل نعم في أسرار حياة المسيح، لأن كل الأسرار تحكي لنا عن مراحل حياة المسيح، ولكن نتأمل فيها مع مريم. وخلال القداس جددت الراهبات نذورهن أمام أبناء الرعية الذين قدموا بدورهم التهنئة للأخوات الراهبات بعيدهن، كما تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة العطرة.